من قناة عالم البسيط والأنيق. كنقول لكم مرحبا بكم فيديو جديد. ديالي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشوفوا هذا لا فيديو. اليوم ان شاء الله رجعت لكم مع الام ديالي، غادي تعطيكم وصفه مغربيه 100% مع كل اسرارها ان شاء الله باش تنجح معكم، اللي هي الحريره. اليوم غادي نقدم لكم حريره بمقادير مضبوطه باش ان شاء الله تصدق معكم كيف ما كتصدق الام ديالي. نبداو على بركه الله. ماما يا بسم الله. السلام عليكم، عباشكم مبروكه، يدخل عليكم شي الصحة والهنا وطول العمر. تقيسوا هاد الحريرة ديالي كيفاش غتجيكم ان شاء الله يا ربي وتنجح معاكم كيف ما كتنجح معانا. يلا نبداو على بركة الله. غادي نبداو بالزيت ياك ماما. نعملو زيت الزيتون، تقدروا تستعملوا زيت المائدة بالحق، من احسن زعما تكون زيت الزيتون باش هكذا تجيكم حريرة مغربية. هي تقريبا 4 ديال المعالق. انا غنعطيكم المقادير مضبوطه، نخليهم لكم في صندوق الوصف. هنا غادي نبداو في الطماطم. هنا استعملنا جوج ديال الطماطم كبارين ياك ماما، حكيناهم بعد ما غسلناهم حكيناهم. البصل هنا بنو ديالي. غادي نكمل معكم في اوديو على حسب الصوت، وقع فيه مشكل ما قدرتش نصلحه، حيدته. هنايا ضفنا فص واحد من الثوم محكوك كبير، وضفنا عظام لحم البقر، وضفنا مكعبات من لحم البقر. تقدروا تستبدلوه بلحوم حمراء اخرى اللي هي لحم الغنم ولا لحم الماعز، وهي بلحم البقر كتجي حريرة بنينة اكثر. هنايا الحمص ديالنا بعد ما شيخناه او خليناه في الماء ليلة كاملة او 12 ساعة وقشرناه، والعدس نقيناها وغسلناها. نغنضيفو الملح حسب الذوق، وملعقتين صغيرتين من الابزر او الفلفل الاسود، وملعقة صغيرة مملوءة من السكينجبر او الزنجبيل، وملعقة صغيرة مملوءة من الخرقوم او الكركم، ورس معلقة من القرفة، وملعقتين صغيرتين من السمن المعدل على اليد او السمن البلدي. إذا كان غير متوفر تقدروا تستعملوا الجاهز. وهنايا 4 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم. هنايا غادي نستعملوا 5 الملاعق كبيرة مملوءة من الكرافس، وغادي نستعملوا 5 الملاعق كبيرة من القزبر، وخمسة الملاعق كبيرة من المعدنوس بعد ما غسلناهم وقطعناهم. دابا هنايا غادي نعملو حريره ديالنا تشحر لنا، كنبقاو نقلبوها بحال هكا حتى كتشحر لنا وكيدخلوا المكونات في بعضهم، وديك العظام وديك اللحم كيشربوا ديك البنه. وموراها غادي نضيفوا الماء. خليكم معايا. هني بعد ما شحرنا حريره ديالنا مزيان تشربت لنا ديك المريقات اللي طلقت البصله والطماطم، دابا غادي نضيفوا الماء الساخن او الماء المغلي. ضروري باش الحمص ديالنا والعدس ديالنا ما يتقرزوش، يعني ضروري خصنا نضيفوا الماء المغلي. وغادي نحركوا واحد شويه، وغادي نغطيو عليها ونخليوها تطيب. هنايا طابتنا الحريره ديالنا كيف ما كتلاحظوا. باش نعرفوها هيدا طابت، غادي نهزو واحد الحميصه وغادي نضغطو عليها باليد ديالنا، غادي تهبط غادي نعرفوها طايبه.
هنايا غادي ندوزو للمرحلة الثانية. هنايا كنردو حريرة ديالنا فوق البوطة باش تزيد تغلى لنا، وكنضيفو لها الماء المغلي باش هايدا غادي ندوروها كيف ما كنقولو. غادي نضيفو لها الدقيق والماء، خليكم معايا. هني كيف ما لاحظتوا باللي الحريره ديالنا كتغلي، كنخليوها حتى كتبدا تغلي بحال هيدا، عاد كنضيفوا لها الماء والدقيق. هني عملنا 3 كؤوس من الماء العادي، وضيفنا له كاسين غير مملوئين من كاس العنبه، هو اللي كنعبر لكم به دائما، من الدقيق الابيض او الفرس، وكنغربلو وكنحركو مزيان، ما نخليوش الكويرات مره، باش هيدا نضيفوهم على الحريرة وهي كتغلي. احنا نوريكم الطريقة. هني كيف لاحظتوا حريرة ديالنا كتغلي، وحنا كنضيفو لها الخليط ديالنا ما بين الماء والدقيق، وكنحركو مباشرة وكنحبسوش على التحريك باش ما يتكورناش ديك الدقيق ديالنا، حتى كنخليوها تزيد تغلي، وديك ساعة كل شوية كخصنا نحركو ضروري من هاد العملية. هنا كمرحلة أخيرة غادي نحتاجو شارية رقيقة ولا شارية صفة، ونحتاجو بيضتين. بالنسبة للبيض ماشي كل شيء كيعمل الحريرة بالبيض، أنا وريتكم طريقة ديال الحريرة ماما ولا الحريرة جمالية بالأخص. هنايا كنطربو البيضات ديالنا مزيان، وبعد ما كتكون طابت لنا الحريره ديالنا وجدات، يعني حتى ديك الدقيق كيكون طاب، باش كنعرفوا طاب الدقيق ديك الرغاوي اللي من الفوق كينقصوا. هنا كنضيفوا الشعريه وكنحركوا باش حتى هي ما تكورناش. واخيرا كمكون اخير هي كنضيفوا البيض، بعد ما كطيب لنا الشعريه ديالنا كنضيفوا البيض وكنطفيو العافيه مع تحريكه خفيفه، وهيدا كتكون الحريرة ديالنا وجدات. هني الحريرة ديالنا كتكون وجدات، وكنقدموها في السوبيرة بطريقة مغربية. ضروري يكون حاضر التمر والبيض المسلوق. هني كنقول لكم وصلنا للاخر ديال الفيديو، كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وكنشكركم بزاف بزاف على التفاعل ديالكم في فيديوهاتي مع ماما، وعلى التعاليق ديالكم المزيونه اللي كتفرحني بزاف بزاف، وبكم انا كنبتكر الجديد، ودائما ان شاء الله نقدم لكم وصفات اللي تفيدكم، وهيدا ان شاء الله تجربوها مع وليداتكم ومع العائله ديالكم. كنقول لكم السلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.